مرحبا بكم. في هذه الحلقة ستشاهدون أخطر الحوادث التي تتعرض لها الشاحنات بسبب أخطاء السائقين. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ لم يستطع الجسر التحمل، نجت هذه الشاحنة بأعجوبة. كانت تلك محاولة فاشلة لإصلاح الوضع. أساء السائق تقدير ارتفاع حمولة شاحنته، وهذا السائق أيضا. من الجيد أن المياه لم تجري في الشاحنة، من حسن الحظ أن السرير لم يتحمل أي مريض. كان عليه تخفيض السرعة عند المنعطف. كادت الشاحنة أن تحطم الجسر، أما هنا فقد حطم الجسر الشاحنة. يبدو أن مقطورة الشاحنة ستختار طريقا آخر، وهذا السائق نسي إنزال المقطورة. ربما لا يجيد هذا السائق الضغط على المكابح، وهنا كاد القطار أن يصدم السيارة. لم ينتبه السائق للحاجز. تحدث الكثير من الحوادث عند المنعطفات. هنا حادث آخر بسبب الجسور. تسببت الحمولة الزائدة بهذا الحادث. في العادة يتم نقل هذه الآلات على متن الشاحنات، لم تتحمل الرافعة تلك الحمولة. سيكون إخراج الشاحنة من النهر صعبا جدا. أما هذا السائق فعليه اقتناء عجلة جديدة. استعاد التوازن في آخر لحظة. كان عليه انتظار فتح الباب كليا. أصبحنا الآن نعرف أن العجلة الرابعة غير ضرورية. تلقت الشاحنة ضربة قوية، يجب إيقافها قبل أن تدمر كل شيء في طريقها. ستبقى الشاحنة عالقة هنا لوقت طويل، وهذه الشاحنة أيضا. حظي الصغير بالدعم اللازم. كان عليهم صنع جسر أكبر. من الواضح أن المقطورة لا تكفي لحمل شاحنة بهذا الحجم. هل ستنجح في الصعود؟ بالتأكيد لا. تا
تم تحميل الشاحنة أكثر من طاقتها. لم تستطع الجرافة الخروج من هنا رغم ضخامة عجلاتها. تفريغ هذه الحمولة يتطلب الكثير من الخبرة. كل ذلك على أمل منع الشاحنة من السقوط. تعاون الجميع لإخراج الشاحنة من تلك الحفرة. من الجيد أن الشاحنة لم تنقلب أثناء تفريغ هذه الصخور. تحولت عجلة الشاحنة إلى آلة حفر. يتطلب تبريد هذه القطعة الكثير من المياه. من الأفضل تركيب زجاج مضاد للرصاص. وهذه الشاحنة أيضاً. من أين تتدفق تلك المياه حسب رأيكم؟ لم تكن طريقة جيدة لتفريغ الحمولة. إنه مثال رائع عن التوازن. Пытается выехать, не получается, провалился. Фарид наблюдает, все под контролем у Фарида. Никак. А там у нас кто пытается ехать? Семен с Колей. على الزبائن الانتظار أكثر للحصول على سيارتهم الجديدة. لقد نسي إزالة الثلوج المتراكمة على السطح.
نأمل أن السيارات الجديدة لا يتم نقلها بهذه الطريقة. عليه استعمال عجلات مخصصة للثلوج. لن تستطيع السيارة القفز بعد الآن. هنا لدينا شاحنة أخرى تعاني وسط الوحل. القيادة وسط الوحل من أصعب التحديات. الثلوج تمثل تحدياً صعباً للسائقين. ستكون الرحلة طويلة عبر هذه الثلوج.
هذا كل ما لدينا أصدقائنا الكرام، نراكم في الحلقات القادمة. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.